زيارة في غاية الأهمية وتكتسب أهميتها في ظل الملفات التي يحملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، سياسية، اقتصادية، أمنية. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الزيارة، كانت هناك تتذكرين قبل شهر من الآن زيارة لوفد التركي رفيع مستوى برئاسة وزير الخارجية وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات إلى بغداد، وتم وضع اللمسات الأخيرة لهذه الزيارة والتفاهمات على عدد من القضايا وخاصة منها الأمنية متعلقة بحزب العمال الكردستاني. أنا أتصور أعتقد هذه الزيارة سوف تعيد تشكيل العلاقات التركية العراقية من جديد، ممكن أن نوصفها بأنها تشكل محطة مهمة في تاريخ العلاقات ما بين البلدين، خاصة بأن وسائل الإعلام التركية تتحدث منذ أيام بأن هناك تركيا ذاهبة إلى العراق لوضع أو لتدشين مرحلة جديدة في العلاقات السياسية وحتى الأمنية ما بين أنقرة وبغداد وإزالة كافة الخلافات. وقبل يومين كان هناك تصريحات مهمة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمح وقال فيها بأنهم سوف يتم التفاهم مع العراق فيما يتعلق بموضوع ملف المياه. طب في هذا الموضوع تحديدا، يعني هل من الممكن أن يتم التوصل لاتفاق تضمن حقوق العراق المائية؟ المياه تبرز كما تعلم أستاذ طه كمشكلة يعني يتزايد التركيز عليها كونها يعني نقطة اختلاف أو خلاف بين البلدين. صحيح، اعتقد من وجهه نظري هي احد الملفات المهمه بعد ملف الامني، وخاصه في الفتره الاخيره الماضيه كان هناك شد وجذب في هذا الموضوع، تم تشكيل لجان فنيه، ولكن انا اتصور اعتقادي ان هذه اللجان لا تستطيع ان تقرر. ولكن حاليا عندما يجتمع الرؤساء اردوغان ووزير رئيس الوزراء العراقي، اعتقد سوف يتم وضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع، وممكن ان نرى خلال الايام المقبله او الاسابيع المقبله هناك تعاون بشكل كبير في هذا الملف، خاصة كما أشرت لك وحسب التسريبات والمعلومات الصادرة من هنا من أنقرة بأن تركيا تريد يعني هنا وضع نقطة على السطر لكافة الملفات الخلافية في العراق، خاصة أن هناك موضوع في غاية الأهمية يربط تركيا والعراق، موضوع طريق التنمية، ويتم التجهيز له منذ فترة وسوف يكون لها عوائد مهمة اقتصادية على تركيا والعراق. لذا أي ملفات خلافية ما بين البلدين لن تفيد بشكل كبير، حتى يعني موضوع تصدير النفط والعوائد هناك الجزاء على تركيا ودفعها.